مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد دائما على كل خير. حلقه جديده من القاهره استعرض معكم خلالها اهم الاخبار المستجدات على الساحه المحليه والعربيه والعالميه، وايضا لدينا بعض الفقرات الحواريه التي نتوقف امام بعض القضايا المثاره خاصه على الساحه المصريه وبعض القضايا العالميه نتوقف امامها بشيء من النقاش والتحليل. نبدأ كالمعتاد بجولة الأخبار ونبدأ أيضا من القاهرة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على مواجهة جميع التحديات بفضل الأمن والاستقرار وقدرة شعبها على تخطي التحديات. جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بالكلية الحربية. جيل بعد جيل تنتقل رايات صون وحراسة الوطن مرفوعة الهامات بين أيدي مقاتليه من خريج الكليات العسكرية، أبناء القوات المسلحة، قادة وضباط المستقبل، الذين شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرجهم في دفعات جديدة تضخ بهم دماء متجددة إلى شرايين المؤسسة العسكرية المصرية العريقة، ليظل صدى يمين الولاء يتردد في سماء الوطن. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، محافظا على أمنها وسلامتها، محافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها. العرق في التدريب يحفظ ويصون الدماء في ميدان القتال، تدريب بلغ مستوى فائق ومهارات عالية بلغها الخريجون من طلبة الكليات العسكرية ظهرت خلال العروض الاستعراضية التي قدموها لفنون الاشتباك والقتال المتلحم والدفاع عن النفس. وقد استوعب هؤلاء الأبطال ما حققه جيل أكتوبر العظيم، فاتخذوه القدوة والمثل، وشكل ما حدث خلال هذه الحرب تحديا أمامهم يقوي من عزيمتهم وإيمانهم بعقيدتهم القتالية، وهي أن الدفاع عن الأوطان ليس اختيارا وإنما هو واجب مقدس. بقرار تعيين خريج الدفعات الجديدة من الكليات العسكرية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومنح أنواط الواجب العسكري من الطبقة الثانية للأوائل منهم، تنتقل رايات الكليات العسكرية من دفعة إلى دفعة أخرى، وتبقى القوات المسلحة درع هذا الوطن وسيفه. وتبقى أرواح الشهداء من أبناء القوات المسلحة شاهدة على بسالتهم ونبل تضحياتهم، ويظل سلام الشهيد حاضرا مع ذكرهم في ضمير الأمة وذاكرة الوطن. تمر الأزمات وتمضي التحديات، ويبقى الأوطان والشعوب بفضل تلاحم الشعب وقواته للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، هكذا أكد الرئيس. الأزمة بتاعت كورونا اللي استمرت سنتين تقريبا عبرت بسلام بأثرها يعني، لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى، والنهاردة احنا موجودين بنقول خلاص يعني احنا نقدر نقول ان الموضوع ده يعني أثره بقت يمكن التعايش معها. برضو الأزمة اللي احنا موجودين فيها ديت حتى لو كانت ليها أثار صعبة علينا دلوقتي، لكن أزمة وهتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي يبقى تبقى الأوطان، اللي يبقى تبقى الأوطان، تبقى البلاد، يبقى الاستقرار، يبقى الأمان، يبقى السلام. لأن بالمناسبة مفيش بلد هتتقدم في الدنيا وتعبر مشاكلها إلا بالأمن والاستقرار. الإرهاب كان أحد هذه التحديات التي تمكن المصريون بتكاتفهم وتلاحمهم من التغلب عليها، أوضح الرئيس. أفكركم من سنين مش بعيدة قوي، 2013 و14 وبعد كده
وكان الإرهاب بيضرب في بلدنا هنا، يمكن كنتوا كلكم بتشوفوا يعني شهدائنا ومصابينا، وكنت بتقول يا ترى الدنيا دي هتفضل كده ولا لا. قلت انا متاكد ان بفضل الله سبحانه وتعالى ده هتعبر زي ما كتير من الازمات بتعبر، واللي يقرا التاريخ هيشوف كده كتير. وده اللي انا يهمني ان انا اقول لكم دلوقتي لينا ولكل المصريين، ومش لكل المصريين بس، للدنيا كلها. الرئيس السيسي شدد كذلك على أن تكاتف الجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة والمواطنين سيظل دوما صمام الأمان لتخطي كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه الوطن. المشاهد اللي بنشوفها حوالين مننا بتؤكد حاجة واحدة بس، أن الجهد اللي بيبذل مش بس من رجال الجيش والشرطة، من كل مواطن مصري للحفاظ على الدولة ديت، الجهد ده جهد مشكور جدا جدا، وهو اللي بيخلي 104 واكتر اللي موجودين على ارض مصر عايشين وفي امل في بكره. كل المصاعب اللي موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى هنعبرها واحنا في خير وبخير. الحق رفيق في دربنا ونمشي ضروب الحق. علاء رشوان، النيل. اتصالا بهذه الاحتفالية، قناة النيل الأخبار كانت موجودة هناك وأجرت لقاءات مع خريجي الكليات العسكرية وأسرهم، وكذلك مع قادة بعض الكليات والمعاهد العسكرية. في قمة السعادة الصراحة وفخر أن أنا أتخرج، وأن أنا هبقى إضافة للقوات المسلحة، وإن شاء الله أن أعمل اللي علي عشان أكون حاجة متميزة إن شاء الله في القوات المسلحة. طبقا لعدة عوامل اللي ساعدتني طبعا على حقق الهدف ده، خلال النظام والانضباط العسكري والقدرة على التحمل الصعب في أضيق الحلول وكيفية إيجاد الحلول لها. مبسوط كمان أن أنا اتكرمت من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، وده دافع ليا ان انا اكمل ان شاء الله وافضل في المقدمه بعون الله ان شاء الله. يعني احساس لا يوصف من السعاده، ده انتاج عمل ضخم وجهد شاق للوصول للحظه اللي احنا موجودين فيها. انضمام جيل جديد من الضباط الجدد المؤهلين سواء تاهيل علمي او تاهيل عملي، لديهم الوعي الكافي للقياده بصفوف قواتنا المسلحه. في 4 محاور اساسيه لعمليه التطوير، تشمل اختيار الطالب نفسه يكون من طلبة متفوقين القادرين على التعامل مع العلوم الهندسية والتعامل مع واقع وظروف الخدمة داخل القوات المسلحة، ثم عضو هيئة التدريس وده بيتم انتقاؤه على مستوى وبيحصلوا على دكتوراه من خارج مصر، سواء من الولايات المتحدة، سواء من كندا، سواء من الصين، سواء من كافة دول العالم تقريبا. والله أنا بتمنى لهم يا رب كل الخير. أنا بس نصيحتي لهم إن هم يعدوا نفسهم كويس، الانضباط العسكري ده أساس المقاتل، يهتموا بمرؤوسيهم كويس جدا، يقربوا من مرؤوسيهم ويعلموهم كويس ويحلوا مشاكلهم. اختبار اختبارات اللي هي العجازة محرك عارفة من السمات، الاختبار الطبي واللياقة البدنية والنفسي، كل حاجة بيخشها، وفي الآخر لما بيبقى إن شاء الله مؤهل بينضم لنا إن شاء الله. دكتور أحمد بن صغر وهو متفوق علميا والحمد لله خلص الطب البشري وكان حابب ينضم للقوات المسلحة، وإحنا شجعناه على الخطوة ديت إنه يخدم كطبيب بالقوات المسلحة وربنا يوفقه. يعني فرحة كبيرة إن أنا ألاقي ابني فرد من أفراد القوات المسلحة. أنت فاهمني من خير أجناد الإيه الأرض، وكانت فخر لينا واعتزاز يعني ما عندكش فكرة. أنا أول ما عرفت إن هي طلع الأولى والقائد العميد هو اللي بلغنا بنفسه، دي حاجة كبيرة خالص طبعا وشرف لينا. للمزيد من المتابعة أرحب ضيفي الكريم الذي انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا بك أستاذ أكرم. أهلا وسهلا. كما تتابع أستاذ أكرم، كل عام بفضل الله بينضم ضباط جدد إلى القوات المسلحة المصرية ليبقى شباب مصر جيلا بعد جيل. كيف ترى انضمام هذه الكوادر ومدى تأهيلها لتؤدي دورها تجاه مصر؟ يعني بالتأكيد طبعا كوادر مهمة، لأنه كمان في تطور هائل في المناهج، متابعة التحولات التكنولوجية، وخلال أسبوع واحد يعني شاهد الرئيس حقيقة تخليج دفعة من أكاديمية الشرطة ودي دفعة من الحربية، ودائما يعني احنا بنجد إنه في تطور في المناهج في الأداء في التدريبات، يعني خلط بين الكفاءة الكبيرة والإدراك والوعي والدراسات المختلفة
الإنسانية، وده دايما من الرئيس يؤكد عليه دايما في رسائله للطلاب وأبنائنا الطلاب الجدد، يعني سواء في الشرطة أو في الكلية الحربية. والنهاردة كان برضو تأكيد لنفس الكلام اللي الرئيس الحقيقة أعلنه في كلية الشرطة يعني خلال هذا الأسبوع، إنه الدولة يعني تقف على أرض صلبة، وإن احنا قادرون على عمر الأزمات، وإنه كمان الدولة على مدى السنوات اللي فاتت صمدت بشكل كبير في مواجهة أزمات وتحديات شديدة جدا، بتدي أمل في قدرتنا على العمل والاستمرار في العمل مع الحفاظ على أهم شيء استقرار الدولة ووحدة الشعب، ده اللي يضمن القدرة على العمل المشترك والقدرة على التعاون في مواجهة كل شيء. والرئيس دايما بيشير لأن الشعب المصري بيتحمل سواء من أبناء والشهداء اللي تقدموا، لأنه الإشارة دايما إلى فكرة مصر إزاي انتصرت على الإرهاب ودفع الثمن سواء من آلاف الشهداء والمصابين بالإضافة لأموال كثيرة جدا، ومع ذلك نجحت الدولة إنها تواجه الإرهاب تعمل تنمية أو تعمل مشروعات قومية وغيره، وإن ده حد ذاته الأزمة فيها جزء عالمي ودي انعكاسات محلية على جزء عالمي، وإن شاء الله نقدر إن احنا نعديها بقدرة الشعب وقدرة المجتمع والدولة على تحمله طالما حافظنا على وحدتنا واستقرارنا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. معكم نستكمل بقية أنبائنا، ومن الأخبار المرتبطة بالقوات المسلحة المصرية أيضا، أكد قائد القوات الجوية الفريق محمد فؤاد عبد الجواد أن القوات الجوية المصرية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للفريق عبد الجواد بمناسبة احتفال القوات الجوية بالعيد 90 على نشأتها الذي يوافق ذكرى يوم 14 من أكتوبر من عام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. أيضا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نتعرف عليها من ضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. أهلا بك دكتور، وأبدأ معك أيضا سيادة اللواء إذا كان من كلمة توجهها بداية للقوات الجوية في عيدها. اهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني الحقيقه انا بقول لمصر كلها والله كل سنه وانتم طيبين، يعني النهارده اعياد كثيره وشفنا التخرج ويوم السبت ان شاء الله عيد القوات الجويه، وهو يتزامن مع اكبر معركه جويه حصلت مدتها 53 دقيقه اثناء حرب اكتوبر يوم 14 اكتوبر. واللي انا عايز اقوله ان الطائرات الإسرائيلية اللي كانت بتهدف إلى تدمير عدد كبير من القواعد كانوا حوالي 120 طائرة، صدتهم 60 طائرة مصرية من طراز ميج 21. فرق كان كبير جدا بين الإمكانيات، والحمد لله قدر الطيارين المصريين يوقعوا 17 طائرة مقابل 4 طائرات ميج 21. لأن عايز أقوله حتى للشباب عموما، النقص في الإمكانيات ده حافز الإبداع مش مبرر أبدا للفشل. والنماذج دي لما بنشوفها حتى كعسكريين ومدنيين بنستفيد منها في النقطة دي. أعتقد سيادة اللواء يعني بعد آخر لهذه الملاحم البطولية خاصة ما يرتبط بالقوات الجوية ليس الفارق في العدد من ناحية التجهيزات العسكرية، ولكن الإمكانيات أيضا. لعل بعض من شاهدوا هذه الحرب من قادة القوات الجوية أوضح أنه يعني القوات الجوية المصرية لجأت إلى بعض الطائرات قديمة الطراز طالما تمكنت من الطيران عدلوا من إمكانياتها بحيث أنها تؤدي دور ما على الجبهة. فأعتقد من المهم جدا أن هذا البعد يكون واضح للأجيال الحالية، فده كان لحضرتك بعض الإضافات في هذا السياق. صحيح، والحقيقة كان الطائرات اللي في إيدينا والتسليح اللي كان في إيدين القوات المسلحة هم كان تسليح قديم اقل في الامكانيات واقل في العدد كمان من التسليح عند الفريق.
فيما يخص القوات الجوية كانت طائرات الجيل الأول والثاني، طائرات ما فيهاش رادار، سرعاتها أقل، أيضا مدة بقائها في الجو أقل، تم تطوير إدخال بعض التطورات عليها، لكن اللي أنا عايز أقوله أن المقاتل سيظل هو الأساس في معركة القوى العسكرية مش السلاح. وده أنا بستفيد منه أيضا طبعا في القوات المسلحة والقوات الجوية، إن أنا تدريب عالي جدا والقدرة المستمرة على الإبداع والتفوق، وإن نقص الإمكانيات ده حافز الإبداع وحافز لتطوير منظومات التدريب للوصول إلى مستوى عالي جدا. العامل البشري بيقلب المعادلة 180 درجة. فأنا بقول إذا كان الكلام ده بيتم في حرب وفي موضوع يعني يخص الأمن القومي والقوات العسكرية وبعد حاكم وحاسم، اللي يمنع إن أنا كشاب حتى في أي قطاع من قطاعات الدولة المدنية إن المبدأ ده يبقى قدامي، أن النقص في الإمكانيات ممكن بتدريب وممكن بابتكارات يقدر يعوض كتير جدا من هذه الإمكانيات، يبقى إبداع كمان موجود. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. من الأخبار أيضا التي تتابع تطورات الشأن المصري، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء باعتباره أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار، مع العمل على تعظيم الإمكانات التي تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال صناعة الدواء. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع رئيس هيئة الدواء المصرية، حيث تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية، خاصة التواصل مع شركاء الصناعة الدوليين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية. في شأن المصريين آخر، تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط ومتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط المتلاعبين في قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة. استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط أكثر من 123 طن سكر تموني ودقيق بلدي مدعم تم الاستيلاء عليها من قبل عدد من مسؤولي ومالكي مخابز بلدية ومخازن للسلع الغذائية بهدف بيعها بالسوق السوداء، ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وقنا. كما تمكنت الإدارة من ضبط نحو 70 طن سلع غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، ونجحت في ضبط قرابة 32 طن أرز شعير مجهول المصدر قام اثنان من مالكي مضارب أرز بالبحيرة بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، أسفرت حملات الإدارة عن ضبط قرابة 20 طن حلوى مولد وسلع غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة المسؤولين عن ثلاثة مخازن لتجارة السلع الغذائية بالسويس والمسؤول عن مصنع لإنتاج الحلوى بالقليوبية. وتمكنت من ضبط قرابة 32 طن أسماك ولحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الأدمي بعدد من ثلاجات حفظ السلع الغذائية ومطاعم ومصانع وجبات جاهزة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس. ونجحت في ضبط نحو 17 طن مواد غذائية ومخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية ومالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات بالبحيرة. الإدارة تمكنت من ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر قام مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول، كما تم ضبط 3 أطنان أسمدة غير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بقنا. ونجحت الإدارة في ضبط 13 طن أعلاف حيوانية غير معلن عن أسعارها قام بتجميعها مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بالمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول، كما تم ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية
غير صالحة لاستخدام الحيواني بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالغربية. الإدارة تمكنت ومع استمرار حملاتها لضبط الجرائم التموينية من ضبط 35 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بالسويس. ونجحت الإدارة في ضبط 30 طن أسمنت وحديد تسليح تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول بنطاق محافظة المنوفية. وتمكنت من ضبط نحو 259 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها للإتجار بها والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بعدد من محطات لتموين السيارات بالقاهرة والسويس. كما تم ضبط 2000 اسطوانة بوتاجاز قام المسؤولان عن مستودعين لاسطوانات البوتاجاز ببني سويف والقليوبية بالاستيلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء. وأسفرت حملات الإدارة في مجال ضبط جرائم حجب السجائر عن البيع بالأسواق والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا عن ضبط 156 قضية بإجمالي مضبوطات أكثر من 89 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع. ونجحت الإدارة في ضبط 1,600,000 قرص أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المعنية بصيدليتين بالقاهرة. من أخبار الرياضة في جولتنا، تأهل اللاعب علي فرج إلى المربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش. فاز فرج المصنف الثاني عالميا على طارق مؤمن المصنف السادس عالميا بثلاثة أشواط دون مقابل. حقق فرج الفوز بنتيجة 11-9 و11-9 و11-5 وسيلتقي في المربع الذهبي مروان الشربكي. في منافسات السيدات من البطولة ذاتها، شقت نور الطيب طريقها إلى المربع الذهبي بتخطي الأمريكية أماندا صبحي المصنفة الأولى على مستوى الولايات المتحدة بثلاثة أشواط دون رد، وحسمت الفوز بنتيجة 11-5 و11-7 و11-8 وستلتقي في المربع الذهبي نوران جوهر. للمزيد من المتابعة أرحب بالأستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش الذي انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة. أهلا بك أستاذ عاصم. أهلا بك. وتهانينا للنجاحات التي يعني تتحقق في البطولة وتقييمك لأداء اللاعبين المصريين في هذه البطولة. والله الحمد لله، يعني أولادنا مشرفينا بكل المحافل الدولية. بطولة كبيرة في أمريكا وفيها مستوى فني متميز جدا، وهم بيوصلوا للادوار النهائيه، ربنا يعني يبعد عنهم الاصابات، وبيأدوا اداء متميز جدا، وان شاء الله يعني البطوله تبقى مصريه يعني في كل الاتجاهات سواء السيدات او الرجال، ولعبوا ماتشات مباريات يعني حقيقه رائعه الحمد لله. نعم. أهم ما يميزهم، لو لحضرتك عايز تلفت الأنظار لبعض شيء من المميزات الخاصة باللاعبين المصريين ظهرت في هذه البطولة. هم لعبهم في موهبة كبيرة جدا وفي لياقة بدنية عالية، وبعدين هم متعودين يعني أصبح دلوقتي في سمة بتميز السكواش المصري اللي هي المهارة الفنية، وده بيعجب قوي الاجانب اللي بيتفرجوا، يعني بيفضلوا دايما ان يبقى في طرف مصري في النهائيات وفي المباريات، فده بيدي البطوله مذاق خاص يعني. لكن حضرتك بكل حياديه وموضوعيه تتوقع انه يعني حد منهم يوصل للقب البطوله؟ لا، هو كلهم ولادي يعني الحمد لله، انا بس بتمنى يبعد ربنا يبعد عنهم الاصابات، وهم يعني ان شاء الله هيحققوا نتائج باهره في البطوله، يعني انا متاكد يعني.
طب من خلال خبرتك يا فندم، يعني بطولة أمريكا دي تصنيفها إيه؟ يعني بطولة مثلا لا دي صعبة متوسطة القوة؟ دي من نوع البلاتينيوم، هي بطولة من البطولات اللي جوائزها عالية بتتجاوز ال 180 ألف دولار، وما بيدخلهاش غير مجموعة متميزة من اللاعبين على الأقل ال 20 الأوائل في العالم. فهي بطولة بلاتينيوم، يعني ده أرقى أنواع البطولات. عظيم. طب اختم مع حضرتك مع جزء مهم يعني لعله من المفيد ايضا اتحدث عنه ولو حتى بشكل سريع. لعبه الاسكواش يعني اصبحت من الالعاب اللي لها يعني سمه مميزه على الاقل على الساحه الرياضيه في مصر، بتتحقق فيها نجاحات لافته للنظر. ده يقينا مرتبط بممارسه اللعبه على المستوى الجماهيري داخل مصر. لأي مدى فعلا الاتحاد بييسر او بيسهل فكره انه اللعبه تنتشر ويصبح فيه ممارسه اكثر واكثر ليها؟ والله حضرتك بتكلمني النهارده وانا كنت انا ما زلت في الاسكندريه، يعني انا جيت احضر بطوله البراعم الصغار بنادي سموحه واوزع جوائز بطوله منطقه اسكندريه بكره ان شاء الله. البطولة بتاعت البراعم كان فيها حوالي 300 طفل من سن 8 سنين ل 10 سنين. نعم. مش بيلعبوا منافسات، لا هم بيلعبوا مهارات أساسية ومن غير ضغوط نفسية يعني، وبيلعبوا بس كده للتسلية. فأنت بتتكلم على عندنا تقريبا 300 طفل جم النهارده علشان يلعبوا منافسات واهاليهم ويعني كانت زحمه وكانت حاجه جميله جدا، وكنت بتشوف يعني قد ايه ان الولاد دول مبهورين باللعبه ومبسوطين جدا ان هم جايين يلعبوا. ف يعني ده نوع من انواع الانتشار اللي هو اللي بيخلي يعني عندنا اسكندريه من البلاد المنتجه يعني نعم. يعني متميزه جدا في رياضه الاسكواش. اشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه معنا ومزيد من التوفيق والنجاح ان شاء الله. الاستاذ عاصم شكرا. الاستاذ عاصم الخليفه رئيس الاتحاد المصري للاسكواش متحدثا الينا عبر الهاتف من مدينه الاسكندريه، شكرا جزيلا لك. بهذا ننهي هذه الجولة الإخبارية السريعة، بعد لحظات نبدأ معكم أولى فقراتنا الحوارية. سنشرف بعد قليل بسيادة اللواء محمد الغباشي أمين عام مركز أفاق للدراسات الاستراتيجية، حديثنا حول ما شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي من تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، رسائل مهمة جدا ربما الرئيس أثارها في مشاركته في هذه الاحتفالية، ولعله أيضا من المناسب في حضور سيادة اللواء الغباشي نتحدث أيضا عن ذكرى انتصارات أكتوبر وبعض الدروس المستفادة من هذه الذكرى الخالدة. ابقوا دائما معنا.